السلام عليكم مشاهدي الكرام ومرحبا بكم معايا. نتمنى لا فيديو ديال اليوم تلقاكم في احسن الظروف والاحوال، وكتتم السلسله اللي بديت معكم ديال انواع الخبز الصحي. في لا فيديو ديال اليوم غادي نقدم لكم طريقه في تحضير الخبز الخاص بالتوست او لو بان دومي بمكونات اللي دائما صحيه، يصلح لنا اكيد الفطور او لو غوتي، دائما تحت شعار بدون محسنات وبدون منكهات. فبقاو معايا حتى الاخر ديال لا فيديو باش نشوفوا المقادير والطريقه ديال التحضير. بالنسبه للمكونات غادي نحتاجوا على بركه الله 500 غرام ديال دقيق القمح الكامل بالنخاله ديالو، غادي نحتاجوا كذلك معلقه صغيره ديال الملحه، غادي نحتاجو 50 غرام ديال زريعه الكتان اولا لي غران دو لان. هنا بالنسبه لهاد لي غران نقيوهم ونطحنوهم مباشره الوقت اللي غادي نستعملوهم، فماشي صحي اننا نطحنو زريعه الكتان ونحتفظو بها مطحونه. غادي نحتاجو كذلك المعلقه كبيره ديال الخميره اللي درتها هنايا مع معلقه صغيره ديال العسل، وخففتهم بشويه ديال الحليب الدافي وخليتهم دو كوتي باش يتفاعلوا. وللعجن غادي نحتاجوا تقريبا 300 مليلتر ديال الحليب اللي مخلط مع الماء يكونوا دافيين. هادشي سا ديبون على حسب الطحين واش كيتشرب السائل او لا. وغادي نحتاجوا معلقه ونص كبارين ديال الزبده ما يعادل 30 غرام. بالنسبه للطريقه فهي جد سهله، تنخلطوا النواشف مع بعضياتهم وغادي نضيف عليهم الخميره من بعد ما تفاعلات، وغادي نبدا كنجمع بسائل عادي بحال غادي نعجنوا اي عجين، ما يحتاج زعما شي تقنيه اولا شي حاجه. غير بالنسبه للعجن ما نخويوش السائل دفعه واحده، فاحنا تنعجنوا وتنخوي في الخليط ديال الحليب والماء حتى كيجمع معنا العجين، ومن بعد كنبداو تندلكوه وحنا تنضيفو تدريجيا نقيطه نقيطه ديال السائل، يعني رشه ودلكه كيف ما تنقولوا، حتى كنكملوا الكميه اللي عندنا كامله ونحصلوا على واحد العجين اللي يكون القوام ديالو املس. بالنسبه لهذا الخبز هذا صدقوني كيجي رائع، كلنا عارفين ما كاينش محسن من الحاجه اللي تتوجد في البيت، اون بلوس دو سا تعطينا كميه كبيره. يعني من بعد في الاخر ديال لا فيديو غادي تشوفوا الحجم ديال الخبز، فما شاء الله كيعطينا كميه كبيره من 500 غرام ديال الطحين. فهاد المرحله هادي انا احتاجيت نضيف شويه ديال السائل، هادشي علاش اكتفيت فقط بواحد الكميه تقريبا ديال 50 غرام ديال الماء اللي عاونت بها العجين ديالي حتى حصلت على القوام المطلوب. غادي نستمر في العجن حتى يتدلك لي الخبز ديالي جيدا ونتلاقاو. من بعد ما تدلك معايا العجين جيدا فهذا هو القوام المطلوب، خصني نحصل على عجين رخو رطب كيلتصق شيئا ما بالايدي. فهاد المرحله هادي غادي نبدا في اضافه الزبده اللي ضروري انها تكون في درجه حراره المطبخ باش هكا تدمج لينا بسهوله مع العجين. فغادي نبدا كنضيف الزبده تدريجيا وانا تنعجن حتى كتدخل في العجين تماما. هنا خديت ان ريسيبيون درت له واحد الدهينه خفيفه بالزيت وحطيت فيه العجين ديالي، الزيت هنا تيعاوني على الاختمار. من بعد غطيته بفيلم اليمونتير وغادي ندير عليه واحد التربيته وغادي نخليه حتى يخمر ويتضاعف الحجم ديالو المده ديال 20 دقيقه تقريبا، يخمر الخمره الاولى ونتلاقاو. من بعد ما خمر ليا العجين المره الاولى حصلت على هذا الشكل هذا، يعني هذه هي النتيجه اللي خصنا نحصلوا عليها. غادي ندوز باش نديغازيه اولا نخرج منه هذاك الغاز اللي تكون فيه اثناء
الخمير في المره الاولى، خديت شويه ديال الطحين رشيته في لو بلان دو طرافاي ديالي، وغادي ندير لي واحد الدليكه خفيفه، يعني كيف ما غادي يبان لكم ما غاديش نبالغ في الدلك ديالو، فقط نخويه من هذاك الغاز اللي تكون فيه، ونولي نرجعو لو ريسيبيون ديالو، نغطيه بنفس الطريقه ونخليه حتى يختمر للمره الثانيه. هاد المرحله هادي فهي اللي كتخلينا نحصلوا على خبز خفيف وهش وما تيجيناش مدقس من الداخل. فكيف ما قلت لكم غادي نغطيه بنفس الطريقه وغادي نخليه يختمر للمره الثانيه. المره الثانيه ما كتاخذش معنا بزاف ديال الوقت، فقط 10 دقائق حتى 15 دقيقه وماكسيموم. من بعد ما اختمر معايا العجين للمره الثانيه، هذه المره تضاعف اكثر من المره الاولى كيف ما تبان لكم، وفعلا ما خداش بزاف ديال الوقت. هنا غادي ندوز باش نبدا كنشكلو، فدائما بمساعده القليل من الدقيق غادي نبدا كنسرح العجين ديالي على حساب الطول ديال لو مول اللي غادي نخدم به. هنا غير بيديا، ما غاديش نحتاج لا دلك ولا حتى شي حاجه. شفتوا القوام ديال العجين؟ ما شاء الله تيجي خفيف زوين، وما هنا ما تيبقاش كيتلصق في اليد نهائيا. هذه المرحله هذه مهمه صراحه، لاننا تنحصلوا بها على قوام زوين للعجين او للخبز، فكيجي الخبز خفيف هشيش مهوي من الداخل، واخا مصاوب بدقيق القمح الكامل ما كيجيش ناشف، ما تيجيش مدقس نهائيا. فكيف ما قلت لكم هنا خديت لو مول ديالي، وغادي نبدا كناخد عليه القياس ديال لو غولو اللي غادي نخدم او اللي خصني نحصل عليه. فكنبدا كنرولي العجين ديالي، انا تنجمع لي كوطي بلا ما نزير يديا، يعني نخلي العجين مرخوف من الداخل، ما نزيرش وانا كنلوي باش نخلي ليه مساحه فين يخمر ويجي طالع مزيان. هنا خديت لو مول ديالي، درت له دهينه خفيفه ديال الزيت، ماشي ضروري اننا نغلفوه، فالعجين اولا الخبز ما تيسق ليناش في لو مول، غير دهينه خفيفه ديال الزيت باش تعاوننا اننا نزولوه من يطيب. وغادي نغطي عليه المرة الثالثة حتى يتضاعف الحجم ديالو، وندوز باش نطيبو. هي هاد المرحلة هادي اولا هاد العجين تياخد معنا شوية ديال الوقت في التحضير اولا في الاختمار، ولكن صدقوني ان النتيجة المحصل عليها تستاهل هاد العناء هذا. غادي نغطيه للمرة الثالثة ونخليه حتى يتضاعف كيف ما قلت لكم الحجم ديالو ويفوت لو مول، عاد باش غادي نطيبو. هذا هو الشكل ديال العجين من بعد ما اختمر للمره الثالثه. في هذه الاثناء هذه انا عندي الفران مشعول مسبقا على درجه حراره مرتفعه، بحال الا غادي نطيبو اي نوع من انواع الخبز. غادي ندخل لو مول ديالي وغادي نقص من درجه الحراره، يعني غنخليها متوسطه حتى يطيب معايا الخبز ونتلاقاو. وهذا هو لو بان دومي اللي وجدنا مع بعضياتنا من بعد ما خرج من الفران. شفتوا كيفاش كيجي طالع، يعني كنحصلوا على كميه كبيره ديال الخبز غير من 500 غرام ديال الطحين. هنا ما غاديش نحاول انني نقص الخبز نهائيا، فقط غادي نغطيه ونخليه باش كترجع عليه هذيك الرطوبه ديالو وما كينشفش معانا حتى يبرد تماما، عاد باش نقدروا اننا نقطعوه. ودو بريفيرونس نخليوه لليله كامله، فانا مثلا هذا الخبز ملي كنبغي نحضرو كنحضرو في الليل وكنخليه حتى الصباح، عاد باش كنقدر نستهلكو. غادي نقطع لكم الخبز من بعد ما برد معايا
باش نقربكم من الصورة ديال الشكل ديالو النهائي مني تيبرد. فكيجي اسفنجي غزال غزال، القوام ديالو رائع، نديرو ان كيك ماشي خبز، كيجي خفيف بزاف مهوي، مكوناته كلها صحية كيف ما بان لكم، يعني يستحق تجربة أكيد. هذا هو الخبز ديالنا، أنا كنفضل أنني ناكله بحال هكا، نحمصه وناخده مع شوية ديال الزبدة وشوية ديال العسل أو شوية ديال الكونفيتور، فما كينش محسن صراحة. نتمنى أن الفيديو ديال اليوم تكون نالت الإعجاب ديالكم، ونتمنى أنكم تحضروا هذا الخبز، هذا كما قلت لكم يستحق تجربة، مكوناته كاملة صحية. فإلى عجبتكم الفيديو ديال اليوم، ما تنساوش أنكم تخليوا لي لايك للفيديو، ما تبخلوش عليا لي كومونتير، اعطوني لي زافي ديالكم باش نشوف مدى التفاعل ديالكم. وبالنسبة للناس اللي تيزوروا القناة الأول مرة، تنقول لهم مرحبا بكم، ما تنساوش أنكم تضغطوا على زر ديال الاشتراك وتفعلوا الجرس باش يوصلكم كل جديد القناة. وهنا كتسالي لا فيديو ديالنا، خليت لكم الراحة.